بناء على ايه ده معقده كده ليه؟ يعني ايه بناء على؟ طيب بناء على ما تحققنا اليوم الفات مش فاكر، كنا قابلنا قداسة البابا في معية سمو الامير الحسن ابن طلال اللي هو عم الملك عبد الله الثاني. فانا في الكلمة بتاعتي اللي كان في الحوار قبل لقاء قداسة البابا مكنتش عارف حول ايه، فرتبت القيم ثلاث قيم بناء على معرفتنا بمجتمعنا لابد ان نضع قيمنا، بناء على خبرتنا لابد ان نضع نظرياتنا، بناء على الحاجة المجتمعية لابد ان نضع الحلول. مفيش حاجة تطلع كده من لا شيء، مفيش حاجة تطلع من لا شيء ابدا. الحاجه الوحيده اللي طلعت من لا شيء هو خلق الكون، وده بايد مين؟ الله سبحانه. بناء على احنا اصبحنا لا نقرا التاريخ ولا نقرا التجارب ولا نتعلم من الماضي وللاسف، فبناء على اغلب قراراتنا اغلب رؤانا اغلب حلولنا فنكوش. معلش احنا لنا متيخ عشان نتعلم منه، يعني حتى لو كان التاريخ كتب غلط نتعلم من الاخطاء بتاع التاريخ. فلما نتكلم عن حاجه زي كده هو لابد ان نعرف. شوف اللي هو الحروب اللي كانت حاصله في الاندلس وماذا حدث لهم هناك وفي اماكن اخرى، وما نتعلمش نفس الكربون كوبي بيتكرر مع ده 100 سنه و200 سنه و300 سنه و500 سنه ولا نتعلم من الدروس. هي دروس مستفادة سواء كانت دروس مؤلمة أو دروس فيها يعني إبداع أو حضارة أو لا. فلذلك لابد أن نتعلم مما هنستطيع أن نحط القيم بتاعتنا. نرجع للكلمة اللي كنت عايز أقولها، هي إيه القيم بتاعتنا؟ ثلاثة قيم لا أتنازل عنها، محورية محورية في العقيدة. دي قيم مجتمعية، أفتخر بالتوحيد، أفتخر برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ها أفتخر مع الجميع مع الجميع أحافظ عليها. فارغ عند كل مجموعة قد يكون في 60% 70% 80%، ها للفراغ. فاحنا القيم لا حد فينا كان يعرف دجاره كذا ولا فقه كذا ولا دينه كذا، كنا كلنا مع بعض مشتركين. ده القيم القيمة الثالثة. الثانية، أما القيمة الثالثة فهي قيمة سنبرزها، هل نستطيع التعامل مع بعضنا البعض من خلال التجمعات الإسلامية والحزب خلال دي، ده أمر ثالث. لأن المجتمعات حاليا ليست هي نفس المجتمعات التي عاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. أصبحت من التعقيد المركب بأنها معجزة ومعجزة في نفس الوقت، تعجز الإنسان عن يتعامل معها. وأصبحت التغيرات المجتمعية بالثانية وبالدقيقة وبالساعة في البساط الكبير ده داخل المجتمع. يبقى احنا لنا قيم، أرجع أرقص مرة تانية، لنا قيم لا نتنازل عنها على الإطلاق على الاطلاق احنا وغيرنا، ونحترم قيمهم المحوريه التي لا تنازل عنها، ولنا قيم نشترك فيها مع الاخر وهي كثيره كثيره جدا 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 ولا تعد ولا تحصى. ولنا قيم لما نتعامل مع الاخر هنطلعها من جديد من اجل خدمه المجتمع، من اجل خدمه ايه؟ المجتمع. لان مجتمعنا ليس نسيج واحد وليس فكر واحد، وحتى ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان نسيجا واحدا ولا فكرا واحدا، كان في يهود وكان في مشركين وكان في مسيحيين وكان في منافقين. ومع ذلك شوف حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولطفه، ها
بما ادعى الاسلام لم يعلن عن اسماء المنافقين الا سيدنا مين؟ حذيفة بن اليمان. واللي كان يصلي وراه يعني هنا ما يموت الصحابة صلوا وراه، اللي ما صليش عرف ان كان منافقين. كان السر مع مين؟ مع حذيفة. حتى المنافقين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلموا عشان مش عايز يفتت المجتمع. مش عايز يفتت المجتمع وهو عارف ان هو منافق. عارف يقينا ان هو منافق. شفت قيم الرسول صلى الله عليه وسلم كان عاملها ازاي ومخلي المجتمع متماسك كده؟ احنا كل واحد فيكم فينا مش فيكم عايز سوري الكلمه يعني كل واحد فينا مشي ورا ايه؟ ورا فكره ورا هواه ورا شيخ ولا ورا 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 لا ما ينفعش. من اراد ان يبني مجتمع لابد ان يتنازل عن جزء من شخصيته، ودي اصعب حاجه اصعب حاجه اصعب حاجه اصعب حاجه التنازل عن الانا. والانا دي صعبه، الانا دي صعبه جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان دي اللي خلت ابليس يكفر. قالت ابليس انا خير منه، انا ذلك سوريا محتاجه، العالم محتاج، نحن اعداءكم واعدائنا واعداء الانسان. ثم ينفخوا في انا كقيمه، من غيرك ما نعرفش نعيش، من غيرك ما نعرفش نعيش. الرسول صلى الله عليه وسلم مات واستمرت الامه الاسلاميه، سيدنا المسيح عليه السلام رفع بعد ان توفاه الله وما زالت الامه المسيحيه عايشه. سيدنا موسى مات وما زالت التعاليم موسى عليه السلام موجوده. مسيرة الإنسانية تسير بما نتركه من أثر يهتدي به الشعوب، وتهتدي به المجتمعات، وتهتدي به الأجيال. أما أنا فلن تبني شيئا. واعلموا علم اليقين لنعلم، سوري أنا معكم ولا لا، لنعلم علم اليقين أن الذي يفلسف التقسيم داخل مجتمعنا هو الذي يزرع الأنا فينا. خرجنا من وطن واحد إلى مسلم ومسيحي، إلى شيعي وسني وكذا، إلى سلفي وأهل حديث وصوفي وكذا، إلى عربي وكردي، إلى علوي وكذا وكذا إلى آخر. شفتوا ماشيين إزاي؟ وبعدين إلى أن هيدخلوا البيت بتاعنا، إلى ابن وأب، مؤيد ومعارض. شفت قد ايه؟ فدي الانا اللي بتزرع في مجتمعاتنا كقيمه، ودي مصيبه لم ياتي بها رسول عليه الصلاه والسلام اجمعين، لم ياتوا بها ابدا على الاطلاق ابدا. فحذاري ان نجعل الانا قيمه. الانا قد يكون سلاح مدمر لاي مجتمع، ثم اي اسره، ثم اي دين، ثم اي اتباع، ثم اي حزب، ثم اي تكتل، ثم 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 الى اخره. فاحنا ماشيين النهارده السعاده بايه؟ سعاده انكم اصبحتم ترون الخطوه الاولى من ان عايزين نخرج لكي نعمل شيء من اجل وطننا. وطننا بكل اطيافه، بكل اطيافه، بكل اختلافاته، واختلافات ما فيش مجتمع زي بعضه. ما فيش ابدا مجتمع في العالم نسيج واحد. ابدا. ابدا ابدا. فلابد ان نحترم الاخر. يمكن معالي اتكلمت عن الحب، واحنا نتكلم عن الاحترام والتقدير، وده اللي هقسم بيه كيف الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الاجاره ان يجار حينما رجع من الطائف ويدخل مكه بعدما ضربوه قذفوا عليه الحجاره الى اخر الاخر هم بالحجاره هناك، في مشرك اللي عند مطعم اللي اتفقت مع قيم الاسلام وهو مشرك، خرج بكل ابنائه بالسلاح في وسط مكة وقال نحن نجير محمد عليه الصلاة والسلام. شفتوا بقى؟ فلما مات المطعم وانتصر المسلمين في غزوة بدر، بحث المصطفى صلى الله عليه وسلم اين المطعم لكي يحكم في اسرى بدر. افتقد ايه؟ اين المطعم؟ اين رجل مشرك مات يعني وفاء؟ قيمة الوفاء مش موجودة بيننا ومن بعضنا. قيمة الاحترام، قيمة التقدير.
انت تقدرك حينما تقف الى جانبي في وقت الشده. فده اللي احنا عايزينه. لا تبنى المجتمعات بالخطب ولا بالمحاضرات ولا بالتنظير، تبنى بالتنازل عن حظ النفس. بالتنازل عن حظ النفس. بالتنازل عن حظ النفس. وده المفروض تكون بذره نزرعها ان نخرج بمجتمعنا من الازمه التي يعاني فيها لكي نبني وطننا مره اخرى. جزاكم الله خير. ده والانسانيه تسعى الجميع والاديان كذلك تسعى الجميع، لان لو قلنا لو اننا يوم وتراحمهم فكلنا سويا امام الله سبحانه وتعالى، وربنا يحاسبنا بعد كده على ما نفعل. وجزاكم الله خير. والان اعتقد